قد تخفق، ولكن ألا نفرط لنتيجة تفريط الدولة في أنه والله نحن كمواطنين نقوم بواجباتنا. معنا المهندس وائل عشية، مرحبا بك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ وائل أهلا بك، وأهلا بضيفك الكرام حبابك. أهلا بك باشمهندس. في العام الماضي كانت لكم جهود مقدرة ومشكورة في مختلف أنحاء السودان، وتواصلون جهودكم هذه في درء آثار الفيضان، لو حدثتنا أو حدثت المشاهدين حول المبادرة التي تقومون بها. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حقيقة طبعا تنسيقية إغاثة متضرري السيول هي وليدة عام 2019، هي أكبر تكتل للمنظمات الوطنية في السودان، وقامت لسببين أساسيين. النقطة الأولى هي فكرة حشد كل الجهود في وعاء واحد. اثنين، عدم التوزيع العشوائي بالنسبة للموارد اللي بتقوم وتقدم كإغاثات بالنسبة للمناطق، على أساس أن يكون في تركيز على بعض المناطق دون الأخر، وبالتالي بيكون الداتا في وعاء واحد والناس تقدر توزيعها بطريقة سليمة. الحمد لله رب العالمين، اشتغلنا من عام 2019 بفضل الله عز وجل، وبعد كده كذلك عام 2020، وربنا أكرمنا بفضل الله عز وجل العام الفات بتغطية أكثر من 8 ولايات على مستوى أكثر من حوالي 40,000 نسمة. اشتغلنا تدخل من جبل أولياء، البحر الأحمر، طوكر، وبورسودان، مشينا شمال كردفان في مروابة، وبعد كده إلى شمال دارفور ومعسكرات وكتاب وولاية نيالة ومحلية كاس. الحمد لله رب العالمين، كانت يعني تجربة بفضل الله عز وجل، ربنا أكرمنا فوق ال 40 مليار بفضل الله عز وجل. نعم. طيب ما هو النداء الذي توجهونه؟ نعم تفضل. نعم، والآن طبعا بدأت المرحلة من شهر 7، توجهت لجنة المسح إلى منطقة الفاو ابتداء، اللي هي طبعا بيكون أولى المناطق المضررة، نسأل الله عز وجل يرفع ابتداء عن هذه البلاد وأهلها البلاء، آمين يا رب العالمين. والحمد لله جمعنا مجموعة من الداتا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا إن شاء الله فيها. نعم، يعني باشمهندس، ما هي الرسالة التي تناشدون بها المواطنين؟ ما هي احتياجاتكم؟ كيف يمكن للمواطنين أن يساهموا معكم في هذه التنسيقية؟ تمام. هو طبعا حقيقة أن التنسيقية تشتغل مع المواد على أربع نطاقات. الجزئية بتاعت الإيواء بالنسبة لتوفير المخيمات زي ما حصل أكثر من 120 خيمة توفر في طوكر العام الفات، والبند الثاني هو بند المواد الغذائية بتقدم للمنازل، إذا كان التدمير كامل أو تدمير جزئي، اللي هي بتكون مجموعة من المواد الغذائية بتكفي الأسر مؤونة تكفيها لغاية فترة يعني فترة الكارثة دي، نسأل الله ربنا ييسر على الجميع. 10 كيلو دقيق بتكون مشمعين 2 ناموسية، إضافة لعدس وزيت وبصل وبلح. اعتقد ان المعونه دي كافيه جدا بالنسبه للاسره، بحيث ان هي تخطى مجموعه بتاعت يعني قرابه ال 35 يوم لل 40 يوم. نعم. ودي كمواد تموينيه طبعا بيتم تقديمها. البند الثالث اللي بنشتغل عليه هو الجانب الصحي، بنحاول توفير طبعا الامصان، ويمكن حتى ان شاء الله زي ما الناس تعلم علم التمام بانه السيول شويه جلبت كميه من الافاعي والعقارب، اضافه طبعا لما تحت الماء مما يصاب به السائرون والخوض فيها. وبالتالي بيكون في احتياج كبير للأمصال والجانب الصحي هناك. النقطة الرابعة طبعا بالنسبة لنا هي جانب الصحة البيئية، واللي هو طبعا بيعتمد على الناموسيات والمشمعات وتقديم الخدمات. نعم، ونحن أيضا نذكر برقم الحساب الذي يظهر على الشاشة، لو الإخوة في الكنترول يعني يعيدوا صورة الباشمهندس، وفيه رقم الحساب، حساب بنك الخرطوم 21 او 213 69 25، حساب منظمة ظلال الرحمة الخيرية. هل هناك آلية للتواصل معكم باشمهندس لمن لا يستطيعون الدعم المادي لكن ربما يأتي ويشارك بنفسه؟ هي طبعا هو رأس المال التنسيقية حقيقة، الجهد المجهود بتاع الشباب. الحمد لله رب العالمين، يمكن احنا بنفخر تماما قرابة من 50 ل 70 فرد في كل منطقة بنمشيها بيكون مجموعة من الشباب، وده بيبذلوا مجهود في عملية الفرز ومن ثم جمع المواد وتوزيع، إضافة للجنة المسح والوصول لها. رقم 31 38، ده عبارة عن شورت نمبر بالنسبة للناس اللي راغبة في انها تتواصل معنا. كذلك 024 88 55 87 ده بالنسبة للتواصل عن طريق الهاتف. بالنسبة للتبرعات طبعا كما معروض الرقم 213 69 25،
حساب بنك الخرطوم باسم منظمة ظلال الرحمة الخيرية، وبنعتبر حقيقة أن المناشدة الفترة دي لأنه من خلال تجربة المسح أستاذ أويس وجدنا أنه الاحتياج الأساسي والأم هناك طبعا بعد مشكلة مياه الشرب الأكيد طرحتها من خلال البرنامج اللي هي مواد الغذائية والناموسيات بالأخص مادة الصحة البيئية الأولى المطلوبة هناك الناموسيات إضافة للمواد الغذائية. وبنعتبر أن تكلفة الحقيبة بالنسبة لنا عشان نقدمها لهم هي تتعدى في حدود الـ 12,000، تكلفة الحقيبة 12,000 جنيه سوداني مكوناتها، بحيث أن هي دي بيكون الحقيبة الموجهة للدعومات إن شاء الله. ونسأل الله ربنا عز وجل أن يسر على الجميع إمكانية توفير الأيادي البيضاء لهذا العمل إن شاء الله. نعم، باشمهندس وائل عشيري المنسق العام لتنسيقية إغاثة مضرري السيول، شكرا لك على هذه المداخلة. ونحن